احيانا نحن بامس الحاجه ان نستحضر يقيننا بالله جل وعلا في الكرب، ليس اليقين بان الله سيفرج عنك فقط، هذا جانب يسير جدا من اليقين. قبل ذلك اليقين بان ما اختار الله جل وعلا لك هو خير مما اخترته انت لنفسك. لما قيل لسعد، ذكر هذا ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قيل لسعد وهو مجاب الدعوه، سعد بن ابي وقاص وقد كفت عينه رضي الله تعالى عنه ورحمه، قيل له ادعو الله انت مجاب الدعوه، قال قضاء الله احب الي من بصري. الله اكبر. يا شيخ، العباره هذه تجعل الانسان يؤمن ايمان كامل ان الله هو البر الرحيم جل وعلا، وان الله سبحانه وتعالى هو اللطيف الذي يوصل الخير الى عبده بسبب خفي قد يعلمه عبده وقد لا يعلم. ولو كشف الله لك حكم قضائه وقدره لبقيت ساجدا حتى تلقى ربك. يقول، شوف الانسان اذا زاد يقين بربه، يقول عبد القادر الجيلاني، يقول يعني ترد علي الاثقال. الاثقال هذه مصائب الحياه وجاع الدنيا، مرض، فقر، هم، ما جاءني زوج، بقيت متالما متوجعا، اصبح الشيطان يرمي في وينفث في روعي اني ساموت، سامرض، سافتقر، والى اخره. يقول تكون علي الاثقال. الاثقال هذه ما كانت شيء عاد في الحياه، قال لو وضعت على الجبال لتفسخت. شوف العبارة، يعني الجبل بقوة وصلابة التي جعلها الله أوتاد للأرض، لو وضعت هذه الأوجاع عليها لتفسخت، انهارت. فأضع جنبي على الأرض وأقول، يعني يخاطب نفسه ويسلي قلبه، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فما أرفع رأسي إلا وقد فرجت عني. الله أكبر. سبحان الله العظيم. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله.